سمير الطيب بعد فشل حملة أرهب، بعد فشل الحوار مع الحكومة، بعد فشل الزتاب اللي تعديت بهم المعارضة الكل من وفاة الشهيد محمد البراهمي لليوم. شنو هي الحاجة اللي مازالت ما فشلتش فيها المعارضة التونسية؟ أنت تعتبر أنه سهل؟ أنا ما نتفقش معك بالكل، لأنه احنا ما دخلناش في حوار مع النهضة حتى تقول أن فشلنا في الحوار، ما بديناش حوار معاه، كانت مشاورات خذ فيها الأطراف الراعي الحوار مع النهضة واحنا نعبروا على مواقفنا، واحد. اثنين، احنا حملة إرحل لم تفشل، حملة إرحل فما نعلمك أنه فما معتمدين هربوا قبل ما تجيهم الحملة، سمعوا بها جيتهم هربوا، سكروا بيرواتهم وخرجوا، ولهذا الحملة حتى على المستوى النفسي ما فشلتش، وهي ما زالت متواصلة، معناها متواصلة. وما التسريع في التغييرات تقوم بها النهضة على مستوى الولاة وعلى مستوى العمد والمعتمدين إلا دليل على أن هذه الحملة ما فشلتش. إذا المعارضة ما فشلت في حتى شيء، وأنا نحب نذكر كانوا من 6 أوت لليوم أكثر من مليون تونسي هبطوا للشوارع، هبطوا لأنهم تبناوا شعارات المعارضة اللي أصبحت شعارات الشعب التونسي، وبالتالي نعتبر أن المعارضة اليوم عمرها في تاريخ المعارضة ما وصلت في الوضعية اللي هي عليها اليوم. هاك تشوف أنت الزخم البشري، كل ما المعارضة تدعو إلى تحرك إلا والتوانسة الكل تلبي دعاء. اليوم حابوا يهمونا فما مقابلة كرة قدم والوزير الأول مشى للمقابلة ولا مهتم بالكورة إلى آخره باش ماشي يخليوا التوانسة ما يجيوش، ولكن مع هذا التوانسة جاوا وهم جايين في الثنية وباش يكون أعدادهم إن شاء الله كبيرة. في أربعينية شهيد محمد البراهمي، شنو هي الرسالة اللي لازمها توصل للشعب التونسي؟ لا، هو الشعب التونسي الحمد لله فهم الرسالة، ما عندوش من وصل له، لأنه فاهم أنه من مسؤوليته أنه يحمي بلاده، فاهم أنه من مسؤوليته أنه ينقذ بلاده ويخرج العصابات المجرمة من تونس. الشعب التونسي ما عندوش من وصل له أكثر من هكا، لأنه عرف اليوم مصلحته وين، عرف اليوم أنه الخطر الحقيقي هم عصابات الإخوان المسلمين، أو بالأحرى جناحهم في تونس هم حركة النهضة. ما عندي ما وصل تونس أكثر من هكا، بل بالعكس نحييه ونزيد نحييه 1000 مرة وما يكفيش. حبيب الوطن محمد البراهمي، واللي الآن هو بجوار ربه مع في جنة الخلد مع إخوانه ورفقائه شكري بن عيد ولطفي نجم. شأنهم في ذلك شأن الذين قتلوا في سبيل الله، لا تحسبنهم أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. نأتي اليوم بجبهة الإنقاذ والنيابة عنهم لأولا نعبر عن تقديرنا وشكرنا وامتناننا إلى كل من حضر هنا وكل من اعتصم في هذه الراحة، وفي المقدمة كل إخواننا أعضاء المجلس التأسيسي الذين أبلوا البلاء الحسن من أول هذه الثورة المجيدة. واليوم ونحن نجتمع لإحياء ذكرى ال40 لشهيد الوطن محمد البراهمي في هذا اليوم الأغر، لابد أن نقول من جديد وأن نحن على العهد ونحن وجدناه في البعض ونحن على العهد ونحن ملتزمون أن لا يرضى لنا بال ولا يرتاح لنا بال إلا أن نكشف من قتل الزعماء والشهداء ومن وكان وراء القتلة ومن دبر ومن خطط، وأن سنحقق النصر، والنصر سيكون مبين. وأنتم تتركون حلاوة السهر في بيوتكم وفي الأماكن العامة، وأنتم تتركون الراحة في منازلكم أمام شاشات التلفاز، وتحضرون إلى ساحة الاعتصام بباردو، تكابدون مشقة الحر وعناء البعد وعناء النقل. تأتون اليوم إحياء لذكرى شهيد تونس، شهيد شعب تونس، شهيد المبادئ والكرامة والشهامة، ابنكم محمد البراهمي، والدكم وأخيكم ورفيقكم محمد البراهمي. سننهككم يا خفافيش الظلام، سننهككم أيها القتلة. حربنا معكم على نار هادئة، مثلما اغتنتم شهيد شعبه محمد البراهمي بين يدي بناته وولده، مثلما اغتنتموه غدرا، فإننا سنغتالكم بطريقتنا الحضارية المدنية التي ستقتلكم عرقا عرقا. في ذكرى أربعينية شهيد محمد البراهمي، شنو هي الرسالة اللي تحب توصلها للشعب التونسي؟ في ذكرى الأربعينية أعتقد أنه شعبنا ليس بحاجة لرسائل، بل شعبنا هو الذي يرسل الرسالة إلى الآخرين، يرسل الرسالة إلى المتآمرين على تونس، والمتآمرين على أمنها واستقرارها، وعملاء الأجنبي، مخربي نسيج المجتمع التونسي. اليوم هل أنه أنت راضي على المردود السياسي للمعارضة معناها في مجابهة حركة النهضة؟ في حدود الإمكانيات أنا راضية على مردود المعارضة، لأن المعارضة تتحرك في حدود الإمكانيات.